الفضاء، الحدود النهائية. إنها مساحة شاسعة وغامضة فتنتنا لعدة قرون، ولكن بقدر ما عرفنا عنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي كذبوا علينا بشأنها. دعونا نلقي نظرة على بعض أكبر الأكاذيب التي قيلت لنا عن الفضاء. أولاً، لدينا جميعاً تصور أن الفضاء هو مجرد هذا المكان الشبيه بالطبيعة البكر التي لم يمسها أحد، ولكن هذا ليس صحيحاً بشكل كامل. لقد ظللنا ننثر حطاماً في الفضاء لعقود من الزمن، بدءاً من الأقمار الصناعية القديمة وحتى أجزاء الصواريخ. في الواقع هناك أكثر من 20,000 قطعة من الحطام تدور حول الأرض في الوقت الحالي، وهي تسبب جميع أنواع المشاكل للبعثات الفضائية المستقبلية. لذا إذا كنت تخطط لزيارة الفضاء في أي وقت قريب، فراقب أين تذهب، فأنت لا تعرف أبداً نوع المخلفات التي قد تطفو حولك. هل تعلم أن الشمس ليست صفراء في الواقع؟ إنها خضراء اللون. حسناً، إنها كذلك نوعاً ما. كما ترون، يقيس العلماء درجة حرارة النجوم من خلال طيف الألوان التي تصدرها. تظهر النجوم الباردة باللون الأحمر، بينما تظهر النجوم الأكثر سخونة باللون الأزرق. تبعث شمسنا معظم طاقتها بأطوال موجية قريبة من اللون الأخضر، ولكن لأنها تبعث أطوالا موجية أخرى أيضا، فإن كل هذه الألوان تمتزج معا، وترى عيناك هذا الخليط النابض بالحياة باللون الأبيض. أما من الأرض تبدو الشمس صفراء لأن غلافنا الجوي يشتت الضوء الأزرق بكفاءة بالغة. لو كان نجمنا أصفر بالفعل لتحولت الأرض إلى صخرة متجمدة، وكنا سنصبح جميعا دببة قطبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشمس ليست مشتعلة حقا، إنها كرة كبيرة من الغاز تتكون في معظمها من الهيدروجين والهيليوم، وهي بمثابة مفاعل نووي عملاق، حيث تدمج ذرات الهيدروجين باستمرار لتكوين الهيليوم داخل نواتها. تطلق هذه العملية كميات هائلة من الطاقة، ولهذا السبب تكون الشمس ساخنة جدا. وبالحديث عن اشتعال النيران في الأشياء، فإن الانفجارات في الفضاء ليست حقيقية. أعتذر لعشاق حرب النجوم، لا يمكن لسفينة فضائية أن تنفجر لأنه لا يوجد هواء في الفضاء. لا يوجد هواء يعني أنه لا يوجد أكسجين، وعدم وجود أكسجين يعني عدم وجود نار. الآن قد تعتقد أيضا أن هناك عددا كبيرا جدا من النجوم في سماء الليل بحيث لا يمكنك عدها، ولكن في الواقع يمكنك فعل ذلك. وفقا لكتالوج جامعة ييل للنجوم الساطعة، هناك 9110 نجما يمكنك رؤيتها من الأرض بالعين المجردة. لذا من الناحية النظرية يمكنك عدها، لكنني لن أتفاجأ إذا أخطأت العد. وإذا كنت قلقا بشأن الطيران عبر حزام الكويكبات، فلا تقلق. على الرغم من أنه يحتوي على تريليونات من الصخور الفضائية التي تتراوح أحجامها من الغبار الفضائي إلى ربع حجم القمر، إلا أنها بعيدة جدا عنا. يبلغ عرض حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري 225 مليون كيلومتر، وهو ما يعادل مرة ونصف المسافة بين الأرض والشمس. يؤدي هذا إلى نشر الصخور الفضائية على بعد آلاف الأميال، مما يجعل من المستحيل تقريبا أن تصطدم مركبة فضائية بها. سوف تتجمد على الفور في الفضاء إذا كنت بدون بدلة فضاء. لا، لن تتحول إلى مثلجات على الفور، سيستغرق الأمر وقتا أطول قليلا من ذلك، لأن الحرارة والبرودة لا تتحركان بسرعة كبيرة في فراغ الفضاء. ولكن لسوء حظك هناك مشكلة أكبر، فلن تتمكن من التنفس. بعد 15 ثانية فقط لن يحصل دماغك على كمية كافية من الأكسجين من دمك، وسوف تفقد الوعي. ومن ثم بعد 2 دقيقة فقط ستكون النهاية لبقية أعضاء جسدك. لذا باختصار، إذا وجدت نفسك تلعب دور رائد فضاء بدون بدلة فضائية، فستنتهي اللعبة بسرعة كبيرة. هل تعلم أن الفضاء لا توجد به أي درجة حرارة على الإطلاق؟ وذلك لأن درجة الحرارة يتم تحديدها من خلال السرعة التي تتحرك بها الجزيئات وكمية الطاقة بها. في الفراغ الحقيقي للفضاء لا توجد جزيئات لتتحرك، مما يجعله أقل درجة حرارة. بالطبع بعض أجزاء الفضاء ساخنة حقا، مثل المناطق المحيطة بالنجوم، ولكن كلما ابتعدت عن النجوم زاد تباعد الجسيمات، مما يجعل تلك المناطق من الفضاء باردة جدا. الرقم 9 هو شكل كوكبنا. لا، إنه ليس مسطحا، ولكنه ليس كرويا تماما أيضا. نعم، إنه ينتفخ عند خط الاستواء بسبب الدوران الجامح لكوكبنا. يبدو الأمر كما لو أن الأرض تقوم برقصة صغيرة خاصة بها، وبسبب هذا الانتفاخ
فإن إطلاق السفن الفضائية من خط الاستواء أسهل بكثير من إطلاقها من القطبين. الآن عندما يتعلق الأمر بالصوت في الفضاء فهو أمر صعب بعض الشيء، قد تظن أنه لا يمكن لأحد أن يسمع صراخك، لكن هذا ليس دقيقا تماما. الحقيقة هي أن الصوت يحتاج إلى شيء ينتقل عبره مثل الهواء أو الماء. في الفضاء الأشياء متباعدة بشكل كبير، لذا فإن كل تلك المعارك الفضائية الملحمية والانفجارات المجرية ستكون صامتة تماما. ومع ذلك هناك بعض الأماكن في الفضاء تحتوي على ما يكفي من الجسيمات لينتقل الصوت عبرها. على سبيل المثال يمكنك سماع صوت الثقب الأسود الموجود في مركز مجموعة مجرات فيرساوس. هناك أسطورة أخرى تتعلق بانعدام الجاذبية. هذا ليس له معنى في الواقع. لا تزال هناك بعض الجاذبية حول محطة الفضاء الدولية. حوالي 90% من الجاذبية التي نشعر بها على أرضنا. لكن رواد الفضاء يمكنهم الطفو لأنهم بالأساس يسقطون بشكل حر حول الكوكب. ولنكن واقعيين، نسخة هوليوود من السفر إلى الفضاء ليست حقيقية. من المؤكد أن المدارات موجودة، لكن الارتفاعات المختلفة تعني سرعات مختلفة. لذا فإن الانتقال من مدار إلى آخر ليس مجرد نزهة في حديقة. لا يمكنك أن تدفع نفسك في الاتجاه الصحيح وتأمل في نتيجة جيدة ببساطة، بل عليك أن تأخذ تلك السرعات المدارية بعين الاعتبار. ذكرني هذا بفيلم جرافيتي لعام 2013 وكيف حاولت ساندرا بولوك البقاء على قيد الحياة في الفضاء. من المؤكد أن هوليوود لها دور في هذه الأساطير، لكن من يستطيع أن يلومهم؟ في عام 1976 التقطت المركبة الفضائية فايكينغ واحد التابعة لناسا صورة لتشكيل صخري غريب على المريخ بدا وكأنه وجه بشري مثير للريبة. ادعى بعض الناس أنه لابد أن يكون دليلا على وجود حياة خارج كوكب الأرض على الكوكب الأحمر، لكن وكالة ناسا كان لها رأي مختلف. ووفقا لوكالة الفضاء فإن الوجه لم يكن أكثر من مجرد مجموعة من الصخور المتراكمة بطريقة خلقت الظلال التي ألقتها وهما لملامح الوجه. اتضح أنه كان مجرد تل عادي جذب الكثير من الأضواء لتكوينه الغريب. النظام الشمسي ثابت في مكانه. هذه كذبة كبيرة. إنه يتحرك عبر الفضاء بسرعة 225 كيلومترا في الثانية، مما يعني أنه يتحرك عبر الكون بشكل أسرع من الفهد الذي يطارد فريسته. ويستغرق النظام الشمسي 230 مليون سنة لإكمال مداره الكامل حول درب التبانة. إنه لأمر جيد ألا تحصل على مخالفة سرعة، لأن ذلك سيكون بمثابة غرامة فلكية حرفيا. بدون الشمس ستكون الكواكب باردة جدا. نحن نتحدث عن درجات حرارة منخفضة تصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر. ولكن مع وجود الشمس تتمتع الكواكب بدرجات حرارة مناسبة للعيش بشكل أكبر. بطبيعة الحال تكوين الكواكب ليس متساويا. عطارد على سبيل المثال هو الأقرب إلى الشمس، أما الزهرة فهو أبعد، ولكنه تمكن بطريقة ما من أن يكون أكثر سخونة من عطارد. المسافة من الشمس ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على درجة حرارة الكوكب. هناك أشياء أخرى مثل حجم الكوكب وعكاسيته تلعب دورا أيضا. لذا فإن كون عطارد هو الكوكب الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي هو افتراض خطأ، فمجرد أنه الأقرب إلى الشمس لا يعني أنه الأكثر سخونة. على الرغم من تعرضنا للخداع في بعض النواحي، إلا أن هذا لا يقلل من روعة الفضاء، فهو لا يزال جزءا شاسعا وجميلا ورائعا تماما من الكون. وما زال هناك الكثير مما لم نكتشفه بعد. من يدري، ربما يوما ما سنكتشف حقا رفاقا صغارا من ذوي البشرة الخضراء هناك، أو ربما سنجد شيئا أكثر روعة. وحتى ذلك الحين علينا فقط أن نستمر في الحلم والاستكشاف. لدينا 14 كذبة في قائمتنا. هل لديك أي أساطير فضائية أخرى تود كشف زيفها؟